هي البسبوسة من الأبوار خلصت؟ أيوة خلصت يا منعم، وأنا ملحقتش أكل منها يا منعم، وخلصت قدامي يا منعم، وأنت عارف كده كويس. وأنت ناسي لما عيني جات في عينك وشفتك وأنت بتاخد آخر حتة اللي عليها بلحة وحتة كيوي فريش يا منعم؟ طبعا يا اسطى، خايف تخلص وترجع تاكلها سادة تاني؟ دي جزاتي اني نزلت جبتها من الأبوار وجيت على نفسي وما طلبتهاش ديليفري برضه، ارجع لقيك كده تاكلها كلها لوحدك؟ ومين قالك اني ما اكلش نفسي؟ ده لاخوك. لا مش اخويا يا منعم، لا يمكن تكون اكلت كل ده وتكون اخويا. 45 سنة ورمضان طعمه أحلى مع لابوار. السنة دي لابوار بيقدم اختراعات ما دقتهاش قبل كده. رمضان كريم مع لابوار، كل حاجة حلوة.